شرعنا كمديرية لتوزيع الكهرباء والغاز بولاية ورقلة في تزويد ساكنة الولاية بجهازين للكشف عن غاز أحادي أكسيد الكربون، وهذا تنفيذا لقرارات السلطات العليا للبلاد والرامي لحماية المواطنين من حالات الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون. جاونا صونا غاز، دارونا لي ديتكتور تاع غاز كربونيك. المهم نتمنى هذه المبادرة تكون في كل المنازل إن شاء الله، ونتمنى حوايج أخرى إن شاء الله، سيكوريتي مليحة للناس.